دكتور طارق اتكلم على التابلت وقال ان دي تكلفته الماليه كبيره وده صحيح. احنا فوق الالف جنيه مش كده؟ كتير. ما انا بس عشان زمايلنا او الشعب المصري يسمع ده. انا هو متصمم للعمليه التعليميه اللي احنا بنعملها مش كده يا دكتور؟ بالظبط. احنا نجيبه بمستوى معين وبقدرة تحمل معانا، بس انا بقول عشان ده رقم كبير قوي مصر دفعته لاجل خاطر ابنائها ولسه هتكمل في المراحل اللي بعد كده. صدر التكليف لهيئة تسليح قوات مسلحة بتعاقد على اجهزة التابلت لتطوير منظومة التعليم الثانوي لصالح وزارة التربية والتعليم. تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة النظم والعلامات لوضع المواصفات الفنية المطلوبة. تم النشر على الشركات العالمية العاملة في إنتاج التابلت، ورد لنا أكثر من 64 عرض. تم تقييم العروض الفنية المقدمة وتم استدعاء الشركات المقبولة فنيا للمفاوضة والممارسة السعرية. كان في محددات بنشتغل عليها أثناء مرحلة التفاوض، إن احنا عايزين نورد أجهزة التابلت بأفضل أسعار وأفضل مواصفة وأفضل كواليتي وأفضل مخطط زمني متاح. فازت شركة سامسونج بتوريد 708 ألف جهاز من خلال مراكز الخدمة لسامسونج المنتشرة في أنحاء الجمهورية. هيتم الصيانة وهيتم الضمان الفني للجهاز 3 سنوات. لما نقول إن العقد توقع تاريخ 29/7 والتوريد ابتدى تقريبا الأسبوع اللي فات، يعني في خلال شهر ونص معانا دلوقتي ما يقرب من 100 ألف جهاز، فنقدر نقول ان التعاقد تم في وقت قياسي بالمقارنه بالتعاقدات المماثله. ان شاء الله باقي الكميه هتوصل تباعا تنتهي في خلال شهر اكتوبر ان شاء الله. الحمد لله النهارده بنبتدي نستلم الشحنه الاولى لاجهزه التابلت اللي هي تم توريدها من شركه سامسونج. اجمالي الشحنه كلها هي بس 708 الف ان شاء الله باذن الله، دي اول شحنه في قرب ال 100 الف. هنبتدي ان شاء الله عمليه التوزيع. التوزيع ده طبعا بيبقى ليه مراحل. المرحله الاولانيه ان احنا بنعد التابلت نفسه، ان احنا نحط عليه البرامج التأمينية والبرامج الخاصة بالعملية التعليمية. المرحلة الأولى ثانوي هي المرحلة المختصة بعملية استخدام التابلت، والحقيقة ان التابلت دوا احنا رعينا ان هو يبقى اعلى مواصفة موجودة. شركات كتيرة قدمت، يمكن قرابة 70 شركة في مناقصات مناقصة عالمية كانت موجودة، ساعدتنا فيها قوات مسلحة ان احنا نختار احسن جهاز تابلت موجود، وفازت بيه شركة سامسونج. ورعينا ان المواصفات بتاعت الجهاز تبقى عالية عشان خاطر ده هيقعد 3 سنين مع الطالب والطالب يقدر يستفيد به بامكانياته. الفانكشن اللي هي الوظيفه اللي هو زي ما احنا اتكلمنا في الفترات السابقه على منظومه التعليم الثانوي، ان اول استخدام للطالب ان هو بيبقى بيطلع على المحتوى العلمي اللي تم استثماره في التربيه والتعليم، وان المحتوى ده اللي موجود في بنك المعرفه بيقدر الطالب يبحث ويستفيد من متعه التعلم من البرامج التعليميه اللي هتبقى موجوده ومن المنهج مختلف اللي تم تطويره خلال الشهور السابقة. دائما بنسعد بالاهتمام بالتعليم والاهتمام بالثقافه، وبنحس ان في امل، يعني لما يبقى في اهتمام بالتعليم، خصوصا امبارح لما سمعنا الخطه ويعني استكملناها بهذا الفيديو المشرق، في امل ان التعليم حلو ان شاء الله هيتصلح في مصر، وبالتالي هيبقى عندنا بقى يعني ثقافه وتعليم وعندنا صحة جيدة. مجموعة من الأمال كانت بالنسبة لنا زمان أحلام يعني، بس الحمد لله إحنا في طريقنا للتحقيق. تعليق حضرتك إيه؟ يعني أولا عايز أشكر زميلي أستاذ أحمد خيري لأنه في الحقيقة بيلعب مجهودا، يعني هو شغال صدادة للتعليم إنجاز التعبير، لأنه التعليم بيتهاجم، لأن ناس كتير جدا في الحقيقة مش من مصلحتها أن يتطور التعليم المصري. مش بس الناس كاره الوطن، لكن في ناس مستفيده من الوضع الحالي، في ناس اصحاب مصالح، سواء كانوا بعض المدرسين، بعض اصحاب المدارس الخاصه، شايفين انه التعليم الحكومي ما ينفعش يبقى قوي تاني، شايفين انه قصه المنظومه بتاعت مافيا الدروس الخصوصيه هتقتل يعني
بشكل أساسي في هذه المنظومة. لكن خلينا أقول أنه ده خطوة تأخرت كثيرا في هذا الوطن، جهد كبير جدا للدولة تستحق الشكر عليه. فكرة التابلت والأداء التكنولوجي، ويمكن كلمة مهمة قالها الدكتور طارق شوقي، أنه حتى لو لم تستكمل القصة التكنولوجية فالتعليم سيتطور، وده مهم جدا عشان ما جيش في وقت أنا يتضرب كابل الإنترنت فالناس توقف تبطل عليه. فعايز أقول أنه في شكل حقيقي للدولة، وده من استراتيجية بناء الإنسان المصري الجديد اللي بيعملها سيادة الرئيس. ده واحد من الأركان المهمة فيها، أن احنا نصلح التعليم فيبقى المنتج صالح ومعطي ومفيد لهذا الوطن. اللي كمان خلى يعني لفت نظري واحنا لسه بنتكلم كمان امبارح في موضوع التعليم ده، ان احنا كمان مهتمين بقى بالاطفال الصغيرين اللي هم لسه داخلين المرحله المراحل الاوليه خالص من التعليم. يعني انا على ما دول يخلصوا هيبقى عندي مواطن مختلف تماما عن اللي احنا شايفينه دلوقتي. صحيح. مثقف، متعلم، عنده فكر، عنده شخصيه، عنده يستطيع يعني اتخاذ قرار، وده الاهم. صحيح. ودي فعلا هو ده بناء الفكر او بناء الشخصيه المصريه، الاستفادة وتبادل الثقافات وعودتنا للريادة مرة أخرى في هذا الشهر.